الدولة الجزائرية من خلال وزارة السكن والعمران والمدينة تسعى جاهدة لإنجاز سكنات بمختلف السياق تتماشى مع الظروف الاجتماعية والمادية لكل شريحة من شرائح المجتمع، حيث يمكن القول أن السكن العمومي الإيجاري كصيغة ممولة بشكل كامل من ميزانية الدولة موجهة للأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة والتي لا تملك سكن أو تسكن في سكنات غير لائقة، وأن تحديد الدخل الأقصى للراتب ب 24,000 دينار جزائري للحصول على السكن العمومي الإيجاري يندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة. وبذلك فإن مسألة إعادة النظر في القواعد المحددة لمنح السكن الاجتماعي أي تحيين ومراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08142 المؤرخ في 11/5/2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري فهو في طور المصادقة النهائية عليه وسيتم نشره قريبا. أما مسألة رفع الحد الأقصى للدخل العائلي المحدد 24,000 دينار جزائري فهو غير وارد في الوقت الحالي، إلا أنه من الممكن دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.